إذن كانت معانا على الهاتف سيادة اللواء شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي الأهلي. مساء الخير يا فندم. ازي حضرتك؟ الحمد لله، في صحرك طيب. وعايزك طيب يا فندم. سيادة اللواء، في البداية حضرتك شفت أكيد تواجد الجماهير اللي كان موجود في ملعب برج العرب بالأمس. هل مجلس إدارة النادي الأهلي والنادي الأهلي هيطالب بمضاعفة العدد الجماهيري اللي هيبقى إن شاء الله في لقاء الترجي؟ بكره الصبح ان شاء الله حضرتك انا هخاطب وزاره الداخليه، هطالب، لا مش بضاعفك، احنا متوقعين على 20، انا هطالب ب 60. اسوء مباراه امس، امبارح كان 80 مش 60 كمان. لانه زي ما حضرتك شفت المباراه خرجت، ويعني الدنيا كانت بسيطه وظريفه، والامن امن على اعلى مستوى، والجمهور كان ملتزم جدا. وجمهور النادي الاهلي ده جمهور مصر، جمهور من مصر يعني، وانا ما عنديش جمهور اخر، يعني اقصد ان هو جمهور النادي الاهلي بس اللي موجود، فما فيش اي خوف من اي شغب، من اي حاجه، من اي احتكاك ما بين الجماهير. نمرة اتنين، احنا النادي الوحيد الممثل في البطولات الافريقيه دلوقتي. نعم. واعتقد مباراه امبارح دي كانت مباراه قوميه، بكره برضه او يوم 16 مباراه قوميه. نعم. واعتقد ان ده حق اصيل لينا ان احنا نطالب بزياده العدد. نعم. احنا طبعا حضرتك عارف الجمهور بالنسبه لنا في النادي الاهلي او يعني في اي نادي هو اللاعب رقم واحد. بالظبط كده. أنا بقول لو في أسباب فوز بيبقى الجمهور هو السبب الأول فيه. وأعتقد إن إحنا ده حقنا. وأنا شايفين حضرتك يعني إمبارح كان الوزير موجود وكل الناس موجودة، فأعتقد إن كله هيتحمل في هذا الإتجاه. مفيش ما يمنع. وكمان حضرتك عارف إن إحنا النادي الوحيد اللي ماشي بسيستم مختلف شوية في التذاكر. إحنا نعم، إدارة الرياضيات. على الإنترنت. نعم. بالظبط كده. نعم. إحنا مش بنفتح منافذ بيع. وبالتالي كل اللي بيخش الملعب معروف مين. نعم. الناس موجودة، ما عندناش مشكلة، والناس كلها جمهور محترم، كله سجل. إحنا في خلال يومين عاملين يعني أول ما فتحنا 10,000 طلبوا التذاكر، لسه الماتش يوم 16 زي ما حضرتك عارف. فيعني أعتقد لا، والصراحة دي الخدمة يعني حاجة جميلة جدا وشيء يضاف لإدارة النادي الأهلي، تسهيل للجمهور، تسهيل للجماهير العمومية في كل شيء، في إنك تقدر تروح وتستمتع بمؤازرة فريق النادي الأهلي يا فندم. بعتقد إنه ده طلب عادل جدا، وما أعتقدش إن الأمن هيرفض هذا الطلب، لأنه ده حق جمهورنا، حق جمهورنا علينا. نعم. يعني غير إن أنا محتاج جمهوري في المباراة، أنا شايف إن من حق الجمهور إنه يحضر المباراة، الناس عايزة تحضر تقدر تحضر، وأعتقد إن رقم 20,000 ده رقم قليل جدا، الإستاد سعته 85,000 حسب ما أنا عارف. يعني لما يبقوا 60 هيبقى بالتالي موضوع مش شايفه مشكلة خالص، شايف إن الناس كل المباريات اللي فاتت دخلت وخرجت مباراة الأهلي بمنتهى الهدوء، ما فيش أي مشكلة حصلت، ما فيش أي احتكاك حصل، الناس التزمت بالتفتيش المطلوب منها على البوابات، أعتقد ما فيش مهمة يعني. أرجو إنه يعني تضموا صوتكم أو الناس كلها تضم صوتها. لا، إحنا كلنا طبعًا بنطالب من المسؤولين. النادي الأهلي بيلعب باسم مصر، ماتش في منتهى الأهمية، الدور الثمانية في دوري أبطال أفريقيا، ماتش مصيري، النادي الأهلي يحتاج إلى كل مشجعيه لهذا اللقاء، خاصة إنه هيبقى دفعة قوية جدًا للقاء العودة بإذن الله، إن شاء الله يكون الأهلي فائز. وبعدين مباراة العودة ما هياش مباراة سهلة. نعم. يعني أعتقد زي ما بيطلق على المباراة إن ده نهائي مبكر للبطولة. نعم. فرقة قوية، فرقة لها باع افريقيا. نعم. زي النادي الاهلي، فاعتقد ان احنا محتاجين يعني لو نقدر نلعب في استاد القاهره ب 100,000 يا ريت. يعني احنا عايزين اكبر عدد من الجمهور، ما يبقاش، لانه حضرتك عارف منظر المدرج بيبقى يعني 85,000 حاضر 20 بس. نعم. يعني بس انت حضرتك طلبت 60,000. انا هطلب الصبح. غدا ان شاء الله هتطالب بزياده العدد من 20 الى 60,000 متفرج يكون اسوء مباراه مصر يعني، واسوء بالتزام الجماهير اللي حصل امبارح، ويعني اعتقد انه ده مطلب شرعي وحق لينا يعني. لا، ان شاء الله يكون في يعني تجاوب كبير من المسؤولين. سياده اللواء، هتكلم مع حضرتك. النادي الاهلي يبتدي مشواره في الدوري الممتاز امام طلائع الجيش يوم الاحد المقبل، عايز اعرف من حضرتك اخر استعدادات النادي الاهلي لهذا اللقاء. لا، الفرقه بتتدرب حضرتك، احنا الدوليين هينضموا بكره ان شاء الله للتدريبات، وهيوصل اللعيبه المحترفين علي معلول، وهيوصل وليد ازارو، وهيخش مع الفريق ان شاء الله، والحمد لله يعني ما فيش اصابات، ما فيش اي حاجه، وشايف يعني اللعيبه مركزه في ان يبتدوا الدوري بقوه،
انا عارف حضرتك بدايات دايما لما تلاقي القوه نعم الدنيا بتمشي بقى ورا بعضها ان شاء نعم. الله. نعم النادي الاهلي السنه اللي فاتت ابتدى بالفوز على النادي الاسماعيلي واستمر المسلسل الانتصارات ان شاء الله، ربنا يكرمنا برضه يوم الاحد باذن الله ان شاء الله باذن الله. سياده اللواء حضرتك كنت في مداخله معايا وتحدثت في موقف الجمعيه العموميه، وحضرتك قلت انا راجل ضابط وعارف القانون، والجمعيه العموميه للنادي الاهلي قانونيه 100%. راي حضرتك ايه في رد فعل اللجنه الاولمبيه بعدم اعتماد لائحه النادي الاهلي؟ والله يا استاذ حضرتك يعني خلي حكايه رده الفعل دي ما تبقاش رد فعل مني انا او رايي فيها. نعم. يعني انا يعني افضل بعد اذنك طبعا ان انا اترك ده المجلس الرئاسي. نعم. لان هو مختص في هذا الشان، انا بدير ما يخصني تنفيذيا. نعم. اما قرارات مجلس الاداره فبفضل ان مجلس الاداره هو اللي بياخد قراره فيها، وهو بيشوف اجراء الناس بالنسبه له. وبناء عليه نقدر نعلن يعني موقف النادي هيبقى ايه. طب انت حضرتك بتؤكد مره اخرى ان موقف النادي الاهلي قانوني 100%، وان زي ما حضرتك برضو قلت ان ما فيش حد طلع بيرد بان القانون بيقول كذا. انا ما جاليش حاجه لغايه دلوقتي حضرتك من اللجنه الاولمبيه، لغايه اللحظه اللي حضرتك بتكلمني فيها ما جاليش اي حاجه. لم تاتي اي مخاطبه رسميه من اللجنه الاولمبيه بعدم اعتماد، يعني كلها تصريحات. بالظبط كده. ماشي يا فندم، اشكر حضرتك شكرا جزيلا. سياده اللواء شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي الاهلي، واوضح العديد من النقاط. النادي الاهلي يحتاج الى جمهور، وفي دور الثمانيه دوري ابطال افريقيا، واعتقد ان مطالبه بزياده الاعداد ده شيء واقعي جدا ومنطقي بالنسبه لنادي النادي الوحيد اللي بيمثل الانديه المصريه في المطرق الافريقي. بطوله دوري ابطال افريقيا من البطولات المحببه للنادي الاهلي وللجماهير الكره المصريه جمهور النادي الاهلي، ونتمنى من المسؤولين ان هم يتجاوبوا في زياده الاعداد، خاصه ان احنا شفنا الوضع مع جمهور منتخب مصر في لقاء الامس كان على اعلى مستوى، وكان له دافع كبير جدا في ان منتخب مصر يتخطى هذه العقبه ويفوز بالثلاث نقاط. بالنسبه لاستعدادات النادي الاهلي للدوري العام، اوضح ان اللعيبه الدوليين هيكونوا في انتظام في موعد التمرين، مفيش اي مشاكل، مفيش اصابات، والكابتن حسام البدري ماضي قدما في ان شاء الله تكون بدايه قويه للنادي الاهلي، لان اللي بيبدا قوي بيكمل قوي. ارجع اكمل كلام مع ضيوفي.